بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المسلمون، هذا هو الدرس 87 من شرح غاية المراد في الاعتقاد للعلامة نور الدين السالمي رحمة الله عليه، وما زلنا نشرح البيت الذي يقول فيه الناظم: قواعد الدين علم بعده عمل ونية ورع عن كل ما حضلا. أي أن قواعد الدين علم بعده عمل، وكذلك النية وكذلك الورع، وهي من قواعد الدين. ووقفنا عند قولي عند البيتين اللذين يقولان: عمدة الدين عندنا كلمات مسندات من عند خير البرية، اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. فعمدة الدين كلمات مسندات، أي أنهن أثرا عن النبي صلى الله عليه وسلم، مسندات من عند خير البرية. اتق الشبهات، وهو يشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وكذلك قوله، أي قول الشاعر في ذلك البيت: اتق الشبهات وازهد. كلمة وازهد تشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. وكذلك ودع ما ليس يعنيك، يشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وكذلك قوله: واعملن بنية، يشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: نية المؤمن خير من عمله. وفي رواية: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذن الناظم يقول هنا: قواعد الدين علم بعده عمل ونية ورع عن كل ما حضلا. أي أن قواعد الدين علم، أول قواعد هذا الدين العلم، والعلم المراد به المتعلق بالدين، سواء ما يتعلق بالاعتقاد أو بالأعمال، إذ الله سبحانه وتعالى لا يعبد بالجهل وإنما يعبد بالعلم. قال الله تعالى مخبرا عن رسوله صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي، أي سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو إلى بصيرة، والله تعالى شرف العلم وشرف قدر العلم وشرف قدر العلماء، وقد جاءت آيات كثيرة تحث على طلب العلم وفضله، كما جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تدعو إلى طلب العلم. ومن تلك الآيات مثلا قول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء فاعل مؤخر، والله سبحانه وتعالى هنا منصوب على العظمة: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وإنما أداة حصر، فكأن العلماء هم فقط من يخشى الله سبحانه وتعالى، ذلك لجلالتهم ولإيمانهم ولمعرفتهم بحق الله سبحانه وتعالى وبعظمة الله سبحانه وتعالى. سواء هؤلاء العلماء وهم علماء الدين، أي علماء الشريعة وذلك أشرف، أو كانوا علماء الطبيعيات والفلك والفيزياء، فهم يعرفون الله تعالى وإن كان بعضهم ينكره، كما ذكرنا دلائل ذلك في الدروس الماضية. إذن كما قلنا أشرف العلوم هو علم الشريعة، لأنه يقود الإنسان إلى النجاة في الآخرة، ولأن علماء الشريعة يبصرون الناس بما لهم وما عليهم، ما يأتون وما يذرون. وكذلك علماء الطبيعيات والفيزياء والفلك، مع أهميتهم وحاجتهم إلى وحاجة الناس إليهم، إلا أنهم يرجعون بعد ذلك إلى علماء الشريعة ليستنيروا بهم وليعرفوا ما يلزمهم في أمر دنياهم وآخرتهم. كما يقول الشاعر: كل العلوم شريفة وجليلة، لكن علم الفقه منها
أعظم أو أجمل، أو كما قال الشاعر. وكذلك يقول الله سبحانه وتعالى أيضا مبينا فضل العلم، دالا ذلك من قول النبي صلى الله من أمره لقول من أمره لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول: وقل ربي زدني علما، لم يقل زدني مالا، وإنما زدني علما. وكذلك سبحانه وتعالى مبينا أن أهل العلم لهم مجال واسع في استنباط الأحكام، فقال: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وكذلك قال سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وكذلك قال جل وعلا: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. وكذلك الله عز وجل يقول: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وقد قال قبل ذلك: يا بني وقد قال قبل ذلك، وكل ذلك طبعا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه الآيات لا يمكن لا يتأتى، وكذلك الصبر لا يتأتى إلا عند أصحاب المعرفة، لا يتأتى على حقيقته إلا عند أصحاب المعرفة الراسخون في العلم. وكذلك الله سبحانه وتعالى يقول في شأن إبراهيم عليه السلام ناصحا ابن إبراهيم عليه السلام ناصحا أباه وداعيا له أن ينقذه الله تعالى من تلك الأصنام والشركيات، فقال: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. فهذا صاحب العلم إذا آتاه الله تعالى علما فلا يكتمه ويحدث بنعمة الله عز وجل عليه. ولا شك أن إبراهيم عليه السلام مخلص هنا في قوله هذا، أنه قد آتاه الله من العلم ما لم يؤتي أباه، وهنا لا يمكن أن يكتم إبراهيم عليه السلام هذا العلم بدعوى أنه ربما يقع في الرياء ونحو ذلك. كلا، بل أن الأمر هنا يقتضي أن يظهر العلم ويبين الحقيقة للناس مع إخلاصه لله عز وجل. كذلك الله سبحانه وتعالى ذكر عن بلقيس أنهم لما جاءت ورأت العرش، فلما جاءت قيل: أهكذا عرشك؟ قالت: كأنه هو، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. فإذا هنا أيضا بيان على أن الله تعالى تكرم على نبيه عليه السلام بأن آتاه الله العلم قبلها، وأنه أسلم لله سبحانه وتعالى، وهذا من باب التحديث بنعمة الله عز وجل. وكذلك أيضا قول الله عز وجل مبينا أولئك الذين أوتوا العلم، قال سبحانه وتعالى في شأنهم: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. لماذا يرون؟ لأنهم بدلائل العلم قامت عليهم الحجج والبراهين على إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يشك إنسان في وجود الله عز وجل إلا من كانت عنده شيء من الجهالات، ولأنه لم يطلع اطلاعا حقيقيا على قواعد هذا الكون ومبادئه، وأنه لا يمكن لأي ذرة ومجرة في هذا الكون إلا أن تكون عن طريق موجد. فإذا كان الإنسان يؤمن بأن هذا الجهاز الذي بين يديه قد كونه مكون وصنعه صانع، فكيف بهذا الكون الذي تسبح فيه المجرات العظيمة والذرات التي لا يمكن أن ترى بالعين المجردة وهي تسير وفق نظام ثابت، كيف يمكن أن يكون هذا من غير مبدع وخالق؟ فسبحان الذي أتقن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. وهؤلاء كما قلنا علماء الطبيعيات الآن يثبتون هذه الحقيقة ويؤمنون بوجود خالق، ولكنهم عندهم الشك الآن: هل هو خالق الكون؟ هل هو ذلك الذي يعبده المسلمون، أم يعبده الهندوس، أم يعبده أولئك النصارى أو غيرهم؟ والحقيقة أنه لا بد أن يوجهوا أنفسهم للإله الذي ذكره القرآن الكريم: ليس مثله شيء، لا ينتمي إلى هذا الكون، خالق هذا الكون ومبدع هذا الكون، لا يمكن أن يجلس ويستقر وأن يكون موجودا في السماء أو يستقر أو يوصف بصفات المخلوقين، وإنما هو الإله الذي خلق آدم مرورا بنوح وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وجميع الأنبياء، مرورا بموسى وعيسى، وختمهم بنبيه محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. هو رب الأرباب ورب الكون بأسره الذي أبدع كل شيء. فإذا علموا حقيقة الإله في
القرآن الكريم، وأنه جاء بتلك الدلائل التي تقيم الحجج على الناس، فذلك هو المطلوب أن يؤمنوا به. وكذلك الله سبحانه وتعالى أيضا يقول: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. وكذلك يقول جل وعلا مبينا فضل العلم: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. فإذا كلها تدل دلائل حقيقية على فضل هذا العلم، ونكتفي بهذا القدر على أن نواصل الدرس في الدرس القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله.